السلام عليكم. السلام عليك يا حبيب الله محمد وآلي محمد صلوات ربي عليك. السلام عليكم أبو شهيد الحاج حسن أبو شهيد ياسين جاسم العصفور حبيبي. طيب إن شاء الله. بسم الله السلام. أبو شهيد صادق ساعة الله يخليك حياكم الله. السلام عليكم. شهيد يوسف مولي الله يحفظنا والله. غني عن التعريف أستاذ حسن الصفار. هلا والله كيف حالك أستاذ؟ شلونك طيب؟ السلام عليكم أستاذ إبراهيم إسماعيل. مرحبا حياك الله دكتور أستاذنا العزيز الحبيب. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. طيب إن شاء الله. أخبارك؟ أخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. كيف حالكم؟ طيب إن شاء الله الله يخليكم. حياك أستاذ. السلام عليكم. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ طيب إن شاء الله. الله يخليك حياكم. باسل باسل ويش؟ باسل مني هذه الوردة. هذه الوردة. ها؟ هي لوالدك. وتقول لها هذا من عميد المعلمين. من الأستاذ مهدي أبو ذيب وتقديم هذه الوردة الجميلة تعبيرا عن حبه لأبنائه الطلبة الشهداء. ويمثلهم والد الشهيد علي الشيخ وهو فقد ابنه طالب في المرحلة الدراسية. يقدم الدرع للأستاذ مهدي أبو ذيب. شكرا لكم وشكرا لحضوركم وشكرا لتجشمكم على هذا الحضور. ونتمنى أن نلتقيكم إن شاء الله في أمسية جميلة تختص بهذا الدور دور الريادي للعلم والمعلم. شكرا لكم. سورين يا اخوان.